السوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. الحرب المستمرة من سنوات ما خلت مدينة أو بلدة سورية إلا وفيها ضحايا ومصابين، منا إصابات مؤقتة ومنا إصابات دائمة، وكلنا منقدر نتخيل قديش هاي الإصابات أثرت بحياة أصحابها يلي خسروا شغلهم وخسروا حتى حياتهم الاجتماعية بسبب العزلة وصعوبة الحركة. من هذا المنطلق اجتمع عدد من الناشطين ضمن مؤسسة اللجان المحلية الإغاثية بمدينة درعا وقرروا يعملوا شيء لهي الفئة يلي تخلت عنا ناس كتيرة. وبعد تفكير كانت النتيجة مدرسة للتدريب المهني لمتضرري الحرب جسديا، وتعتبر هي المدرسة الأولى من نوعها بالجهة الجنوبية من سوريا. ومع افتتاحها قبل سنتين استقبلت المدرسة 20 شخص من اللي تعرضوا للإصابات والتشوهات الجسدية نتيجة الحرب، ومعظم المتقدمين كانوا من اللي بيعانوا من شلل نصفي. المدرسة جهزت لتعمل دورات تدريبية بصيانة الحاسوب وتقنياته سوفتوير وهاردوير وصيانة الدارات الكهربائية، وعلى اعتبار انه هاي المهنة ما بتتطلب حركة كتير وبنفس الوقت هي مهنة منيحة بتمكن المصابين من الاعتماد على حالهم وبكسب رزقهم. ومن ناحية تانية بتقدم المدرسة جوائز مالية للمتفوقين بالدورات بغرض التحفيز أولاً ومساعدتهم على بداية حياتهم المهنية من جديد ثانياً. وفعلاً استفاد عدد من المتفوقين من هاي الجوائز لافتتاح مراكز صيانة على أساس الخبرات اللي اكتسبوها بالمدرسة. مدة كل دورة بالمدرسة شهر واحد فقط، وكل ما تخلص دورة بتبلش دورة جديدة. هاي المدرسة مالا النشاط الوحيد للمؤسسة يلي عملت مركز مجاني بدرعا لعلاج المصابين اللي بيعانوا من إعاقات جسدية وخصصت لهم جلسات علاج فيزيائي مع متابعة طبية. هدول السوريين اللي عملوا هالمبادرة هن فعلا سوريين لبعض. ليش؟ لأنه فكروا بفئة فجأة لقت حالة خسرانة كل شيء ومضطرة تعيش عن مساعدات، ولأنه رجعوا لهم الأمل بحياتهم اللي بيقدروا يبنوها بإيدهم وخبراتهم ومعارفهم اللي اكتسبوها من خلال اتباع الدورات المهنية بالمدرسة. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.